يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله تعالى كثيرا، وصلى الله على من أرسله ربنا للعالمين هاديا وبشيرا ونذيرا، رضي الله عن آله وأصحابه ومن سار على نهجه واتبع هداه وهديه وعلينا معهم يا رب العالمين. الساعة يجب الإيمان بها لأنها ركن من أركان الإيمان، ومقدماتها الأولى تتعلق بكل نفس بشرية منفردة عن الأخرى. المقدمة التي ذكرناها والتي لن يفلت منها إنسان بالنسبة للأفراد هي الموت، وقد تكلمنا عن الموت وعالم البرزخ وما يجري فيه من سؤال وحساب كمقدمة للعالم الآخر وتوابع ذلك. هناك الآن علامات عامة لقيام الساعة، هذه لا تقتصر على فرد دون فرد، وإنما يشترك فيها البشر جميعا، ألا وهي أمارات أو علامات أو مقدمات قيام الساعة. لعلني منذ سنة أو أكثر تقريبا تكلمت عن علامات الساعة بالتفصيل، وقد قسمها أهل العلم في أكثرهم إلى قسمين: علامات الساعة الصغرى وعلامات الساعة الكبرى. وبعض أهل العلم جعلها أقساما ثلاثة: علامات الساعة الصغرى والوسطى والكبرى، وكلا الأمرين لا حرج فيه، لكن ذاك التفصيل الذي قدمته كان بالدخول لكل علامة من علامات اليوم الآخر قيام الساعة بتفصيل كامل. أما اليوم فبما أنني قد عرضت سابقا لذلك فسأعرض باختصار وتلخيص لبعض هذه العلامات. أما العلامات الصغرى فكثير منها ظهر بل وانقضى. الله تعالى قال مثلا في كلامه العزيز: اقتربت الساعة وانشق القمر. الكلام نزل على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقته وحينه، منذ 1438 سنة وأزيد، لأن هذا موعد الهجرة، اقتربت الساعة. فبعض الناس يتوقف فيقول اقتربت الساعة وقد نزلت هذه الآية ومضى عليها 1500 سنة تقريبا ولم تحصل إلى الآن. نعم، قال إذن هل هذا فيه يعني حاشا لله نقص أو كذا أو إيهام أو تضخيم في الكلام؟ حاشا، أعوذ بالله، كلام الله لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. قال فكيف هذا، اقتربت الساعة وقد مضى على هذه الآية الكريمة سنوات وسنوات؟ قال هذا بالنسبة إلى معرفة الله، وبالنسبة إلى علم، وبالنسبة إلى مقدار الدنيا. الآن بعضكم يسمع هذه الأبحاث والدراسات التي يدرسونها عن الوجود والانفجار الكوني العظيم الذي يسمونه ما إلى ذلك، واحد بيقول لك 50 مليون سنة، واحد بيقول لك 100 مليون سنة. فهل 1500 سنة كثيرة في هذا المجال العظيم؟ مليون من السنين، مئات، إذن هي اقتربت. بعثة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى علامات الساعة الصغرى للكبرى. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بعثت أنا والساعة كهاتين. وفي لفظ أشار بهاتين الأصبعين. قال بعض شراح الحديث: كم الفارق بين السبابة والوسطى في الطول؟ مسافة بسيطة جدا، فهذه هي الإشارة. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، هذا الفارق البسيط. ونحن نعلم جميعا أنه خاتم الرسل إلى خاتم الناس، إلى آخر البشرية التي هي أمته منذ أن بعث إلى قيام الساعة. هناك أشراط صغرى وعلامات صغرى كما قلت ظهر كثيرا منها بل وانتهى. منها مثلا فشو الجهل، كثرة القتل، قلة الرجال، كثرة النساء، كل هذا معلوم مشاهد ومن سنوات طويلة.
كثرة القتل هذا أمر لا يغيب عن ذهن عاقل. في الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم أنه صلى الله عليه وسلم حذر الناس من الفتن ومن الهرج. قالوا يا نبي الله ما الهرج؟ إيش هذا الهرج؟ قال القتل، القتل يكثر هذا وما أكثره في زماننا. كثرة الجهل، قال كثير من الناس أيضا يتوقف كثرة الجهل. نحن في زمن كثر فيه العلم، الحقيقة كثر فيه العلم الظاهري وقل فيه العلم النافع، وبالتالي كثر الجهل. لو نظرنا نظرة بسيطة جدا إلى عدد، مثال أضربه، إلى عدد حفظة القرآن في زماننا، هل هو أكثر أم قبل 100 سنة؟ من منكم يستقرئ هذه القضية مثلا أو عنده معرفة بها ولو بسيطة؟ في عصرنا أضعاف مضاعفة قبل 100 سنة. كثير من الناس قبل 100 سنة مو يحفظ القرآن، لا يعرف الأحرف حتى يقرأ أصلا، إنما يحفظ بعض الصور غيبة وانتهى الموضوع. طيب أترى حال المسلمين بشكل عام في كل دول المسلمين بل وفي العالم كله خيرا أم أسوأ في زماننا؟ هذا دليل على فشو الجهل. العلم ما نفع كما قال العلماء قديما، العلم ما نفع، فإن لم ينفع ففائدته صفر بل أقل من الصفر، سيكون حجة علينا جميعا. فكثرة الجهل من علامات الساعة، كثرة النساء وقلة الرجال هذا أمر مشاهد جدا، كثير منا يرى ويعرف، قد يكون هو أو قريبه أو جاره في بيته 5 نساء وليس إلا ذكر واحد، أمر كثير. علامات الساعة الصغرى كثيرة جدا وقد ظهر منها كثير ولا يزال يظهر كثير. أما العلامات الكبرى فعددها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أكثر من حديث، نجملها إجمالا، لست أريد استقصاء عددها ولا التفصيل فيها كاملا كما أشار، وإنما الإشارة إليها إجمالا لأننا سنفضي منها إلى الدخول إلى موضوعنا الأصلي الذي نمضي عليه منذ أيام وهو الإيمان باليوم الآخر. منها الدخان، قال الله تعالى يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. أهل العلم من المفسرين قالوا في شأن الدخان، وهذا الدخان المذكور في سورة باسمه في سورة الدخان، قال بعض أهل العلم إنه دخان ظهر وانقضى، وهو قول من المفسرين، والقول الراجح أنه لم يظهر وأنه من علامات الساعة الكبرى. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ظاهر عام يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أنى لهم الذكرى. الذين قالوا إنه ظهر وانقضى قالوا إنه كان دخانا ظهر في مكة لما كان رسول الله يدعو الناس إلى الإيمان وكفروا به أكثر أهل مكة كما نعلم في السيرة، وآذوه واعتدوا عليه، فكان هذا الدخان إيذانا من الله تعالى كعقوبة لأهل مكة حتى يرجعوا ويتوبوا. أما الراجح كما قلنا فالدخان علامة من علامات الساعة الكبرى. من علامات الساعة الكبرى خروج الدجال، ذاك الذي يسمى بالمسيح الدجال أو بالأعور الدجال، وقد ورد في بعض الأحاديث أن عينه اليمنى وفي بعضه أن عينه اليسرى لا يرى بها، يعني في عين ولها كل شيء لكنه لا يرى بها، لا يبصر بها. هذا الأعور الدجال وما سيليه من علامات كبرى، قبل أن أدخل فيها، كثير من الناس في عصرنا ينكر وقوعها أو يؤولها تأويلا غير صحيح، وهذا أمر قد برزت بارزته في زماننا بخاصة، لأن كل شيء صار يقاس عند بعض الناس بالمقاييس المادية المعتادة. إيش هذا مسيح الدجال؟ مسيح الدجال بعض الناس صار يقول التلفزيون،
أول ما ظهر. بعض الناس لا، المسيح الدجال ما أدري من فلان من الناس الذي ظهر في المكان فلان، هذا كله غير صحيح. والمسيح الدجال رجل بشر ليس لقصته تأويل ولا تفسير، وهكذا باقي علامات الساعة التي سنعرض إليها بعد قليل ليست مؤولة وليست مفسرة بتفاسير غير مقبولة لا شرعا ولا لغة. هذا المسيح الدجال يا أيها الأحبة يبعثه الله تعالى ويسوح في الأرض ويمضي ويقطع فيها أماكن كثيرة جدا، ويدعي النبوة في البداية ثم يدعي الربوبية والعياذ بالله. قال الناس تصدقه، نعم، لأن الله يجري على يديه بعض الخوارق، وليست كل خارقة جرت مع إنسان دليلا على صدقه، فالسحرة تجري على أيديهم الخوارق، وهكذا كثيرا من الضالين كما قال الله تعالى سنستدرجهم حيث لا يعلمون. هذا يسميه أهل العلم هذه الخوارق التي تجري على يد الضالين استدراجا. فهذا الرجل يمشي يقول أنا في البداية نبي، ثم يقول أنا والعياذ بالله الرب، يشير إلى السماء، اجتمعي يا سحاب تجتمع، أمطري تمطر، يمضي إلى الأرض الخربة تراب، يقول أخرجي كنوزك فإذا بها تنشق وتخرج ما في بطنها من كنوز من مدفونات قديمة. يقف على قبر إنسان فيقول له قم بإذني، فيقوم الرجل. الذين ينظرون ويتفكرون إيش هذا؟ يقول له أتشهد أني ربك لهذا الذي ظاهرا أحياه؟ فيقول نعم. يلتفت إلى ابنه، ألا ترى أباك يشهد لي أنه رب أنني ربه؟ يتبعه هذا الإنسان. سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا وحذر قومه الدجال، وإني أحذركم الدجال، إن عينه طافية، إنه أعور، طافية يعني لا يرى بها كما أشرت، إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. وذكر لنا تفصيلا طويلا عنه. هذا الرجل يخرج في الأرض ويتبعه أول ما يتبعه 70,000 من يهود أصفهان. هل في أصفهان اليوم 70,000 من اليهود؟ قد لا يكون، لكن لما سيوجد هذا الإنسان ويبعث سيكون. يتبعه، ثم يتبعه أناس كثيرون، ثم يتبعه أناس من المسلمين أزاغ الله قلوبهم والعياذ بالله تعالى، ويمضي في الأرض فيضل. فتأتي العلامة الثالثة من علامات الساعة الكبرى، ألا وهي نزول سيدنا عيسى عليه السلام. سيدنا عيسى أيها الأحبة رفعه الله تعالى إليه، قال الله تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، وفي آية أخرى وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه. وقد قلنا لما تكلمنا عن سيدنا عيسى إذا كنتم تذكرون قبل رمضان في الأركان ركن الإيمان بالأنبياء أنه رفعه الله تعالى حيا، هو طيب رفع إلى السماء وسينزل مرة أخرى قبيل الساعة، فهو من علامات الساعة الكبرى. قال الله تعالى وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها. وإنه، قال أكثر أهل العلم من المفسرين، الهاء عائدة على عيسى عليه السلام، وإنه أي وعيسى، وإن عيسى لعلم أي لعلامة، لعلامة من علامات الساعة الكبرى، لعلم للساعة فلا تمترن بها، أي فلا تشكن في قيام الساعة وفي نزول عيسى. ينزل سيدنا عيسى فيكون أول أعماله أن يقتل المسيح الدجال. من علامات الساعة الكبرى يا أيها الأحبة أيضا خروج المهدي. والمهدي، انتبه يا بني، المهدي هو من علامات الساعة الكبرى، لكنني أذكر لكم العلامات التي فيها ما يسمى بالتواتر، تواتر حدوثها قطعا إما بالقرآن أو بالسنة المتواترة. المهدي بلغ تقريبا قصته وثبوت وجوده حد التواتر تقريبا،
والمهدي خبط فيه أقوام خط عشواء، والراجح والله أعلم أنه رجل من ذرية رسول الله صلى الله عليه وسلم، يوافق اسمه اسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. يخرج هذا الرجل فيدعو إلى تقوى الله وإلى الإيمان، ومن ثم يلتقي بسيدنا عيسى عليه السلام. فإذا التقى بسيدنا عيسى وتبعهم المؤمنون، خرجوا جميعا لقتال الدجال. لما تحين الصلوات يطلب المؤمنون من عيسى عليه السلام أن يأمهم في الصلاة، فيقول إمامكم منكم، ويصلي المهدي إماما ويصلي عيسى عليه السلام خلفه مقتديا، لا لأن المهدي خير من عيسى حاجة، وإنما زيادة في إكرام الله تعالى لأمة محمد صلى الله عليه وسلم. إمامكم منكم، ويقتدي به إظهارا لمكانة من كانت هذه الأمة منسوبة إليه عليه أفضل الصلاة والسلام. يلحقان بالمسيح الدجال إلى بيت المقدس تقريبا في فلسطين. لما يرى المسيح الدجال عيسى عليه السلام يهرب منه، يلحقه عيسى عليه السلام، يأخذ حربة سيدنا عيسى فيضربه بها فيسقط ويقتل. فإذا قتل أتباعه ما بين قتيل وما بين هارب. ثم يدعو سيدنا عيسى ومعه المهدي إلى دين الله عز وجل، ويعم الخير والبركة والتوفيق وتكثر الخيرات، حتى اللقحة يعني الأنثى الجمل هذه تكفي كثيرا من الناس، تكفي الرهط، يعني قد تكفي بحليبها 300-400-500 رجل. يبارك الله تعالى في رزق الأرض. الرمانة تكفي كثيرا من الناس، الفئام من الناس يعني المجموعات. ثم يقدر الله تعالى أن تحصل العلامة التي بعدها من علامات قيام الساعة، ألا وهي خروج يأجوج ومأجوج. قال الله تعالى كما قرأنا آنفا في سورة الأنبياء: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. أيضا في موضوع يأجوج ومأجوج خبط كثير من الناس المعاصرين خط عشواء. وين هذول يأجوج ومأجوج؟ عادي ما نشوفهم. معناها يأجوج ومأجوج هم نمل، معناها يأجوج ومأجوج هم حشرات، معناها يأجوج ومأجوج هم ما أدري إيش. حسبي الله على هذا الكلام. عند العلماء قواعد في تفسير النصوص، نصوص القرآن الكريم ونصوص الحديث الشريف وما إلى ذلك. من أهم هذه القواعد: لا يحاز أو لا ينقل من الحقيقة إلى المجاز إلا بدليل. قال إيش يعني؟ يعني لو قلت إنسان، كلمة إنسان هذه حقيقة على شخص مكون من لحم ودم وفيه روح، فإذا قال لي أنت قلت إنسان، ليس المقصود بكلمتك إنسان إنسان، وإنما المقصود جدار لكنه مائل، فهذا ميلانه يشبه حركة الإنسان، فأنت تقصد الجدار. أقول هذا كلام لا يقبل. وإذا كان كذلك لغاية لحاجة لتشبيه أي شيء مثلا، فلا ينقل منه إلا بدليل قاطع على ذلك. فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون، إشارة إلى بشر يخرجون من أطراف كثيرة، والأحاديث فسرت هذا وشرحت. لكن بعض الناس أيضا صورهم بتصويرات جعل بعض الناس لا يصدق هذا، فينتقل ليقول ليسوا بشرا وهو مثلا. بعض الناس يقول هم أقزام، يقول هم شبر. يا أخي من أين تأتي بهذا الكلام؟ سبحان الله. نتيجة ذلك بعض المعاصرين ممن درس وبحث يقول لا ليسوا بشرا وليسوا كذا. هناك تساؤل أجبت عنه مرارا أيضا وهو مهم: أين هم اليوم؟ ما داموا قال ليش هم موجودين؟ نعم هم موجودون، نعم
كيف عرفنا أنهم موجودون؟ الله تعالى حكى لنا عنهم في سورة الكهف قبل هذه الآية في سورة الأنبياء، حكى لهم علنا عنهم، قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض. التساؤل الذي يقوله كثير من الناس، وقلت أنني أجبت عنه مرارا، أين هم اليوم؟ الأرض، الكرة الأرضية كلها بحثت ودرست ورؤيت بالمناظير العالية في الأقمار الصناعية، ولم يوجد أقوام بهذا الشكل وبهذا الترتيب وبهذا العدد ومنحصرون خلف سور. قلت يا أيها الأحبة هناك إجابات عديدة، لكن لم تطمئن نفسي إليها. الإجابة التي وجدت أنا العبد الضعيف الفقير أقولها مرارا تطمئن نفسي إليها، أن الله تعالى غيبهم عن الأبصار إلى أن يحين موعد خروجهم قبيل الساعة فيظهرهم للبشر مرة أخرى ليروهم بأعينهم الحسية. قلت هذا الكلام أقوله نتيجة اجتهاد مني، إن أصبت فمن الله، إن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان. الله غيبهم عن الأبصار كما غيب روحنا. أرواحنا معنا أم ليست معنا؟ معنا. أين هي؟ أمسكني إياها، زنها بالميزان، اعرف طولها، اعرف أين هي في أي مكان. لا تعرف شيئا. أنت تقول ليس معك روح، كل الناس يقولون معي روح، أين هي؟ لا أدري. وهذا والله أعلم من هذا القبيل، أقول والله أعلم، حجبهم الله تعالى إلى أن تحين علامات الساعة الكبرى فيكونون منها ويخرجون بإذن الله فيراهم الناس مرة أخرى. هؤلاء يخرجون بعد أن عمت الخيرات في الأرض فيقدمون إلى سيدنا عيسى ومعه المهدي ويقتربون منهم اقترابا شديدا ويبتغون بهم شرا، يريدون قتلهم. وقد ورد في السنن أن أحاديث أن أعدادهم كبيرة جدا جدا. فيرفع سيدنا عيسى يديه إلى السماء، يا رب هؤلاء لا طاقة بهم، أعدادهم هائلة، شأنهم كبير، أنا لا أستطيع أن أفعل معهم شيئا. فيوحي الله إليه، إني قد بعثت عليكم عبادا لا يدان لكم بقتالهم، لا يدان بمعنى لا قوة لكم، لا طاقة لكم بقتالهم، فحرز عبادي إلى الطور، جبل الطور ما بين مصر وفلسطين الذي كلم الله عليه سيدنا موسى. فيحرز سيدنا عيسى المؤمنين الذين معه إلى الطور، فيرسل الله تعالى عليهم رقاء شيئا في أعناقهم فيقتلون جميعا، يموتون، يملأ نتنهم ورائحة أجسادهم الكريهة بعد أن ماتوا وجه الأرض، زهمهم اللي منقول بالعامي الزنخة، زهمهم يملأ وجه الأرض. فيرفع سيدنا عيسى، يا رب لا يدان لي بقتالهم وكذا لا يدان لي بدفنهم، هؤلاء لا أستطيع معهم شيئا. فيرسل الله تعالى بإذنه طيورا كأعناق البخت، البخت الجمال الكبيرة، هذه الطيور الواحد قدر الجمل أو أكبر، فيأخذون بمناقيرهم هؤلاء ويطرحونهم في البحر. يخرج سيدنا عيسى مرة أخرى ثم يمضي، فيقدر الله تعالى له أن يأتي مكة والمدينة ويحج ويزور النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر بعض أهل العلم، ليس الدليل ثابتا 100% لكنه موجود، ذكر بعض أهل العلم أنه يموت بالمدينة ويدفن قرب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. من علامات الساعة الكبرى خروج دابة الأرض. قال الله تعالى، وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. أيضا يأتي بعض الناس الذين لا يفهمون الأمور إلا بالتفسيرات المادية أو يحرفون الكلمة عن مواضعه ليقولون الدابة تشير إلى بعض المخلوقات الموجودة الآن، الحوت، لا الجمال، لا يا أخي لا تقول هذا، لا علم لنا بهذا، الله أعلم بهذا. هذه دابة أشار الله إليها، لكن هي أمرها خارق
قطعا. لماذا؟ لأن الله قال عنها تكلمهم، والدابة تكلم ليش؟ ما تكلم. تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. ورد في حديث إسناده جيد أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر أن هذه الدابة معها عصا سيدنا موسى وخاتم سيدنا سليمان، فتشير بالعصا إلى المؤمن وتختم عليه بالإيمان، وتشير بالعصا إلى الكافر وتختم عليه بالكفر. سبحان الله. من علامات الساعة الكبرى يا أيها الأحبة خسوفات، ما يشبه الآن في عصرنا أو ما يسمى في عصرنا بالزلازل، خسوفات تكون في بعدد من مناطق الدنيا. هذه الخسوفات تؤدي إلى فزع الناس فزعا شديدا. أما العلامة التي تليها فهي طلوع الشمس من مغربها، يكون الناس نائمين يستيقظون صباحا فلا يجدون الشمس، ينتظرون شروقها فلا تشرق، ويطول الأمر عليهم ولا يستوعبون، ويضجون ويخافون ويصيحون ويفزعون. فإذا هم على هذه الحالة إذا بالشمس تطلع من مغربها، يعني من الغرب، تشرق لكن من الغرب، تمضي حتى تتوسط السماء بإذن الله، ثم ترجع إلى مكانها، ثم ترجع من الشرق إلى المكان الذي كانت عليه. هذه العلامة بها تسد التوبة تماما. إذا طلعت الشمس من مغربها الناس كلهم يقولون انكشفت الحقائق، تبنى إلى الله، لا إله إلا الله، آمنا بالله. لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. هناك شيئان ينقطع بهما مجال الإنسان للتوبة، شيء عام وشيء خاص. أما الشيء العام فهو طلوع الشمس من مغربها، ينقطع مجال التوبة، لو تاب الإنسان بعد طلوعها لم يقبل. أما الشيء الخاص فهو متعلق بكل إنسان بذاته، وهو إذا بلغت الروح الحلقوم. إن الله كما ورد في الحديث الصحيح إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. هذا الذي جرى مع فرعون حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. أجابه الله قال أنا وقد عصيت قبل وكنت من المسلمين، لم تقبل توبة، بلغت الروح الحلقوم. العلامة التي ذكرها أكثر أهل العلم أنها الأخيرة من علامات الساعة نار تخرج من قعر عدن. عدن المعروفة الآن نفسها التي بأرض اليمن، نار كبرى ضخمة تخرج وتمضي ويخاف منها الناس ويهربون وتمشي في الأرض. هذه النار تسوق الناس بإذن الله إلى أرض المحشر. أرض المحشر بلاد الشام. بلاد الشام بالمعنى الأعم أحبتي، يعني ما يسميه أهل الجغرافيا بسوريا ولبنان وفلسطين والأردن، هذه كلها بلاد الشام بالمعنى الأعم. هذه أرض المحشر كما ورد في بعض الأحاديث. تسوق النار هذه التي خرجت من قعر عدن الناس باتجاه أرض المحشر، فيقتربون من أرض المحشر. كيف أرض المحشر؟ كيف سيصير شكلها؟ وبالمقابل هل سيتغير شيء من نظام هذا الكون بشكل عام من سماء وأرض وغيوم ومجرات وأفلاك وشمس وقمر وما إلى ذلك، أم سيبقى الأمر على حاله ويجتمع الناس في أرض المحشر فقط؟ ذاك أمر يحتاج إلى بيان وتفصيل. اللهم إنا نسألك أن ترحمنا في الدنيا والآخرة.